هاي جايز، معكم لين، واليوم معي لابتوب MSI GT73 VR Titan Pro يلي فيكن تعملوا له overclocking بسهولة باستعمال جهاز Dragon Center تاعو MSI. فيكن تعملوا overclocking للGPU والCPU لتقدروا تحصلوا على أفضل تأدية انتو عم تلعبوا ألعابكن المفضلة. اللابتوب كمان عنده نظام تبريد مميز مع 10 heat pipes، وهيدي الميزة عادةً منشوفها بس بالPCs الكبار. هلأ الحكي شي والفعل شي تاني، فنحن بدنا نفحص اللابتوب. حكون عم بلعب Titanfall 2 على maximum settings لمدة ساعة لنشوف إذا حيقدر اللابتوب يعطينا التأدية اللي نحن متوقعينها منه. أول شي بدنا نعمل overclock للCPU والGPU، فنفتح Dragon Center ونفوت على System Tuner Turbo إعدادات. ححط الكورس تاعو CPU على 41 والGPU ححط هون 160 وهون 180 183 عايشو. نعمل confirm. هلا قبل ما نبلش حنتاكد الحرارات، الجي بي يو حرارته 41 والسي بي يو حرارته 38، يعني تقريبا المعدل. وهلا صار فينا نبلش Titanfall 2. اللابتوب بيعمل على معالج i7-7820HK، في عنده كارت شاشه GTX 1080 8GB GDDR5X. اللابتوب بيسع 1 تيرابايت 7200 RPM بالإضافة ل 256 جيجابايت SSD Super RAID. في عنده 32 جيجابايت DDR RAM. شاشته حجمها 17.3 بوصة FHD وبتعمل بسرعة 120 هرتز. تقريباً ساعة، ومثل ما عم بتشوفوا انتو انه اللعبة ماشي بسلاسة مطلقة والتأدية كتير منيحة. هلا خلينا نشوف كيف حرارة السي بي يو والجي بي يو. طبيعي نشوف حرارتها هالقد عالية لما نكون عم نلعب لعبة هالقد بدها تأدية من اللابتوب، بس حتى إذا بدكم تخففوا حرارة السي بي يو والجي بي يو بسرعة، أنا ساي عندها الحل. كل عليكم تعملوه هو تكبسوا هذا الزر. كل عليكم تعملوه هو تتركوا اللابتوب هيك لشي دقيقتين وبترجع الحرارة لمثل ما كانت. لابتوب MSI GT73 VR Titan Pro قدر ينجح الفحص تاعولنا، هو لابتوب كتير منيح للاعبين يلي بدهم احسن تأدية هن عم يلعبوا العابهم المفضلة. ما تنسوا تعملوا لايك لصفحة فيسبوك تاعت MSI لتتبعوا اخبارهم، وللمزيد من الفيديوهات عن الجيمنج لابتوبس انتو المحل مزبوط IGN الشرق الاوسط.